السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا المفروض دلوقتي هتكلم عن التابلر ميثود. ان شاء الله يعني هتكلم عن الموضوع بسرعه وهحل عليه مساله، واسماء باذن الله هتصور اكتر من مساله، وهينزل الفيديوهين هينزلوا ورا بعض باذن الله. طيب، ايه هي التابلر ميثود؟ التابلر ميثود هي طريقه علشان نسمبلفاي بيها البوليان فانكشن، شبه الكي ماب كده، يعني طريقه يعني خطوات بنعملها علشان نقلل عدد الترمات اللي في الفانكشن اللي معانا. طيب، ايه الفرق ما بينها ما بين الكي ماب؟ الفرق ان احنا لما كنا بنشتغل على الكي ماب بنعمل ب 2 variables 3 variables 4 variables كان الموضوع بيبقى ماشي تمام، لكن لما كنا بنوصل ل 5 variables الموضوع كان كنا بنستخدم 2 maps، وكان كان الموضوع بيبقى معقد اكتر، وكانت الدنيا بتوسع معانا. طيب، التابلر ميثود بنقدر نعمل فيها 5 variables او اكتر، الموضوع ما بيكونش بنفس التعقيد، هي كانت بتطول بس ما كانتش بتبقى بنفس التعقيد. طيب، وكمان التابلر ميثود هي اسهل في ان احنا من ناحيه الكود والبرمجه وكده، فهي بتبقى اسهل في البرمجه، اسهل من الكيماب بكتير. التابلر بتكون اسهل من الكيماب في البرمجه. تمام، هو ده الفرق ما بينها وما بين الكيماب. طيب، هو الفكره كلها هي مش في شرح، هي كشرح، فهي طريقه عشان سمبلفاي بيها الفانكشن البوليان فانكشن اللي معانا، لكن هو الحوار كله في الستبس بتاعتها، هي خطواتها ساعات بتبقى طويله سيكه، فممكن تلخبط، بس هي بتكون يعني غالبا بتكون اسهل من الكي ماب، لان الكي ماب بيبقى فيه مشكله في تجميع في المجموعات، في تجميع الترمات في مجموعات بيكون فيها مشكله، لكن دي احنا بندمج بس الترمات، فالموضوع بيبقى اسهل شويه بس بيكون اطول. تمام، ايه هي الخطوات اللي بنمشي عليها؟ الخطوات اللي بنمشي عليها من اول حاجه احنا بنحدد الترمات اللي احنا بنشتغل عليها، يعني هو يا بيجيب لي فانكشن في حالتين، يا اما مثلا sum of main term او product of max term، او يجيبها لي في sum of product او product of sum. طيب، لو جابها لي في شكل sum of main term او product of max term فده اسهل، ان هو بيكون جايب لي الارقام بس، فانا بقعد احولهم بس من بحولهم لباينري وبشتغل على طول. لكن هو لو جايبها لي sum product او product of sum فانا لازم اتاكد ان كل الترمات اللي معايا كامله، يعني الترم فيه كل الفاريبلز، لان هو لو ما فيهوش كل الفاريبلز فانا بضطر ان انا اشتغل على الكيماب. طيب، بشتغل على الكيماب ليه؟ لان مثلا هو مديني مثلا الترم A و بي و دي، وهو قال لي ان احنا معانا 4 فاريبلز، فكده هنا في فاريبل ناقص، ولنفترض ان هو الدي مثلا، فاحنا كده عندنا حالتين، ان يبقى دي داش يبقى مثلا منفي، او يكون دي عادي، يا دي داش دي عادي، فكده ده ليه حالتين، ان هو يكون A بي سي دي، او يكون A بي سي دي داش. تمام، فانا لازم اتاكد ان كل الترمات عندي كاملين، ولو مش كاملين فانا بقعد اعمل فيهم كده، ان انا اخد الفاريبل مره احطه بداش مره احطه من غير داش. تمام، بعد كده بحولهم بقى لما يكون جايبها لي في سم اوف برودكت او برودكت اوف سم، بحولهم للشكل الباينري بتاعهم، لان انا بحتاج ان انا اعرف كام عدد الوحيد اللي فيهم. طيب، بعد كده بنقسمهم لمجموعات على حسب ايه؟ على حسب عدد الوحيد اللي في الترمات. يعني مثلا كان جايب لي ترم مثلا نفترض هو 0 0 0 0، بعد كده جايب لي مثلا 1 فيبقى 0 0 1، بعد كده جايب لي 2 ف0 0 1 0، بعد كده جايب لي 3 ف0 0 1 1. تمام، انا كده عدد الوحيد هنا ده 0، فده كده هيبقى في مجموعه لوحده، وهنا ده عدد الوحيد اللي فيه 1، وده عدد الوحيد اللي فيه 1، فدول الاثنين دول هيبقوا في مجموعه مع بعض، وده عدد الوحيد اللي فيه 2 فده هيبقى في مجموعه لوحده. تمام، بعد كده نقارن ما بين الترمات. يعني ايه نقارن ما بين الترمات؟ يعني مثلا احنا هنا عندنا فانكشن عايزين نعملها تابلر، عايزين نعملها سمبلفاي بالتابل. هنقوم الاول محولين الترمات اللي عندنا دي بالباينري، فيكون هنا عندنا تمام، احنا كده حولناها. نبدأ بقى نقسمهم اللي فيه، نقسمهم على حسب عدد الوحيد اللي فيه، يعني دي فيها واحد بس، ودول كلهم هما الثلاثة فيهم وحدين، فهنقوم قايلين هنا عندنا واحد، هنا واحد، بعد كده دي مجموعة لوحدها، التلاتة فيها واحدين يبقى هنا عندنا 0 1 1، الخمسة فيها واحدين فهيبقى عندنا 0 1 1، والستة كذلك. تمام، بعد كده بقى هنبدأ نقارنهم مع بعض. يعني ايه نقارنهم مع بعض؟ يعني بناخد احنا عندنا أول مجموعة هنا فيها ترم أو فيها عنصر واحد، بنبدأ ناخد العنصر ده ونقارنه مع كل عناصر المجموعة اللي تحت. طيب، المقارنة دي بيكون على أساس ايه؟ بيكون على أساس ان هل هما متشابهين ولا لأ. طيب، هما بيكونوا متشابهين ازاي؟ هما بيكونوا متشابهين لما يكون
العنصر مثلا ده متشابه مع كل مع عنصر تاني من المجموعة التانية في كل البيتس، ما عدا في بيت واحدة بس هي المختلفة. هنا بيكونوا متشابهين وبنقدر ندمجهم مع بعض. طب يعني ازاي؟ يعني انا هنا لو جيت قارنت الواحد مع التلاتة، فالبيت دي فيها زيرو، كذلك البيت دي فيها زيرو، البيت دي فيها واحد، كذلك هنا البيت دي فيها واحد. الاختلاف في البيت دي مرة هنا بزيرو ومرة هنا بواحد، كده يبقى العنصرين دول متشابهين وهقدر ادمجهم مع بعض. طيب العنصر المختلف ما بينهم ده، البيت قصدي المختلفة ما بينهم دي، هحط مكانها داش. تمام، يبقى انا كده هاخد الواحد مع التلاتة عشان هما متشابهين بس مختلفين في بيت واحد. هيبقى عندي هنا زيرو داش واحد، وهعمل كده مع كل عنصر في المجموعة اللي فوق مع كل عنصر في المجموعة اللي تحت. يعني كده خدنا الواحد مع التلاتة، ناخد الواحد مع الخمسة. هنا ده مش متشابه، تمام، بس ده متشابه مع ده وده متشابه مع ده، خلاص. يبقى هنا كده هما الاثنين متشابهين، الاختلاف في بيت واحدة. حلو، هقدر اعمل لها دمج واحط مكان البيت دي داش. تمام، هياخد الواحد مع الستة. طيب هل البيت دي شبه البيت دي؟ لا. نشوف اللي بعديه، هل البيت دي شبه البيت دي؟ لا. هل البيت دي شبه البيت دي؟ لا. طالما طلع عندنا اختلاف في اكتر من بيت، يبقى خلاص العنصرين دول او الترمين دول مش هقدر اعمل لهم دمج، لانك هحطهم كلهم داش، يعني مش هينفع. فكده خلاص انا خدنا دي وخدنا دي وخدنا دي. احنا لازم نعلم واحنا بنشتغل، يعني عشان انا كده غلطت، لازم نعلم واحنا بناخد الترمات نفسها. تمام، كده احنا بنقارنهم وبنعمل لهم دمج مع بعض. فاحنا بنقارنهم على اساس ان هما متشابهين واختلاف، يعني احنا كده بنقارنهم على اساس ان هما متشابهين بس في اختلاف في ترم واحد، في بيت واحده او فاريبل واحد ما بينهم. يبقى بنقارن بين الترمات كل مجموعه والمجموعه اللي بعدها بس. يعني مثلا احنا هنا كان عندنا مجموعتين، لو مثلا هما ثلاث مجموعات او اربعه، فما ينفعش اخد المجموعه الاولى واقارن مع المجموعه الثالثه، لا، الاولى مع الثانيه، الثانيه مع الثالثه، الثالثه مع الرابعه، وهكذا بس. وندمج الترمات المتشابهه مع بعض. بتكون الترمات متشابهه لما يكون في اختلاف في فاريبل واحد بس او في بيت واحد بس، وبنبدل الفاريبل المختلف ما بينهم هما الاثنين دول بداش. ولازم نعلم على الترمات واحنا بندمجهم، الترمات اللي دمجناهم مع بعض لازم نعلم عليهم واحنا بنشتغل، ما نستناش للاخر. تمام، بعد كده لو ظهر عندنا بقى ليست تانيه وفيها عناصر ينفع ندمجهم مع بعض، بنكرر رقم ثلاثة دي تاني. وبس ساعتها بقى بنبحث على اساس يعني هم مش بنبحث على اساس الداش، احنا بنشوف برضو المتشابه، بس الاسهل ان احنا نبحث على مكان الداش وبعد كده نشوف هل هم متشابهين في باقي العناصر وفي اختلاف باقي، قصدي البيتس، وفي اختلاف في بيت واحده ولا لا. يبقى الاسهل ان احنا نبحث على اساس الداش بس، يعني كل واحد زي ما هو عايز يبحث على اي اساس، بس الاسهل ان احنا نبحث على اساس الداش. يبقى نكرر رقم 3 دي، لو ظهر عندنا بيت تاني ليست تانيه نقدر ندمج عناصرها مع بعض. تمام، نحدد بقى الترمات اللي اتبقت في الاخر اللي ما حصلهاش دمج. تمام، ازاي بقى؟ احنا هنا دول، استنى اغير اللون، احنا هنا دول ما حصلهمش ده ما حصلوش دمج، وده ما حصلوش دمج، وده ما حصلوش دمج. خلاص نبدأ بقى نحددهم ونحولهم لشكل الفاريبل، نحددهم للشكل اللي بيكونوا فيه فاريبل. تمام، يعني ايه؟ يعني هنا الاول بس نركز ان احنا شغالين سم اوف مين تيرم. يعني ايه سم اوف مين تيرم؟ يعني اللي بيكون عليه داش هو الزيرو، واللي من غير داش فهو اللي بيكون الواحد. تمام، هنا دي واحد، فكده هيبقى هينزل عندنا ايه؟ طيب دي بي، دي واحد، فتنزل عندنا بي من غير داش. هنا سي، هنا زيرو، فينزل عندنا سي بداش. تمام، فهمنا يعني ايه بنحولها لشكل الفاريبل بتاعها، يعني بنحط مكان كل بيت الفاريبل اللي بيمثلها، ولو هو بزيرو بنحط عليه داش. ده في حاله ان هو احنا شغالين سم اوف ماكس تيرم او سم اوف برودكت. لو هو البيت ده فيه زيرو فبنحط على الفاريبل بتمثله داش، لو ما فيهوش زيرو بنحط على بنحط ما بنحطش داش. تمام، بنيجي هنا بقى، هنا هنحولها برضه. هنا عندنا البيت اللي الفاريبل اللي بيمثل البيت دي ايه. تمام، فهنحط ايه وهنحط عليها داش لان هو بزيرو. طيب هنا هنحط، قصدي عليها بار. طيب هنا دي داش، هنا طبعا ان هي مش موجوده، هنا مفيش حاجه، فهنسكيب الفاريبل اللي بيمثلها وندخل على اللي بعديه. هنا عندنا دي واحد، فالفاريبل اللي بيمثلها هو الزيرو، فمش هنحط على الزيرو بار لان هي بواحد. تمام، بعد هنا، بعد كده هنا دي بداش، فهنسكيب كده كانها مش موجوده. بعد كده الزيرو دي ايه الفاريبل اللي بيمثلها؟ البي، فهنقوم حاطين البي كده، نحط عليها داش لان، عشان نصغرها نحط البي كده، نحط عليها داش لان هي بزيرو. وبعد كده دي هنا السي، فننزل السي زي ما هي. كده بقى الترمات اللي عندنا بقت ايه؟ بقت A B C داش و A، ايه ده؟ و A داش C و B داش C. بس كده احنا جمعنا الترمات اللي احنا
اللي احنا طلعناهم في الاخر اللي ما حصلهمش دم. بعد كده خلاص احنا حددنا الترمات اللي بقت في الاخر ما حصلهاش دم، نرسم بقى الجدول. طيب بنرسم الجدول ده ازاي؟ الجدول بيكون عباره عن صفوف واعمده او عرض، خطوط بالطول وخطوط بالعرض. طيب الخطوط اللي بالعرض دي او الصفوف بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن الترمات اللي احنا طلعناها، يعني يعني الترمات اللي احنا طلعناها تحت دي اللي هي ما حصلهاش دمج في الاخر، هي دي الترمات اللي بتكون هي دي اللي بتمثل الخطوط اللي هتكون كده. طيب الاعمده اللي هي هتكون كده هتمثل ايه؟ هيكون عدد الاعمده هو عدد ال variables اللي احنا قصدي عدد الترمات اللي احنا استخدمناهم اصلا في الاول. يعني هنا مثلا احنا كان عندنا اربع ترمات، فاحنا هنا هيكون عندنا اربع عواميد. مثلا كان عندنا 1 3 5 6، فاحنا بنمثلهم كده. تمام، تعالوا نجرب على المثال اللي معانا. طيب احنا مثلا احنا عندنا كام variable طلعناه، كام ترم في الاخر ما حصلهمش دمج؟ 3. فيبقى عندنا 3 صفوف، 1 2 3. طيب احنا في الاول اصلا شغالين على كام ترم؟ 3 4. طيب بنفتكر بس ان في المسائل بتاعه اللي بيكون فيها دون كير احنا ما بنحطش الدون كير معانا هنا، يعني هنا ما بنحطش الدون كير، احنا الدون كير بنستخدمه بس هنا، ولو ما حصلوش دمج فاحنا ما بنرجعلوش اصلا. تمام نبدا بقى نرقمهم. احنا هنا كان عندنا 1 3 5 6، وهنا كان عندنا عشان نستخدمه تاني، هنا كان عندنا A و B و C داش، وهنا A داش C، وهنا B داش C. هنشوف كل ترم طلعناه في الآخر كان مغطي أرقام A. يعني مثلا هنا عندنا ده كان مغطي 6، فهنعمل هنا كده في التقاطع بتاعهم X. تمام، ده كان مغطي A، ال A داش C كان مغطي 1 و 3، مغطي هنا 1 و 3. طيب البي داش سي كان مغطي 1 و5. احنا بنشوف كل ترم طلعناه في الاخر كان مغطي ارقام ايه، وبنبدا نعمل في التقاطع بتاعهم اكسات علشان نبدا نجمعهم. طيب احنا بنعملهم كده ليه؟ علشان نشوف ايه الترمات اللي معانا لازم ناخدها، وايه الترمات اللي ممكن ما ناخدهاش، وفي ترمات تانية بتغطي ارقامها. يعني مثلا هنا احنا عندنا بنبدا نجمع، بنشوف ايه الرقم من هنا اللي متغطي بترم واحد بس. يعني هنا ده الواحد متغطي بترمين، خلاص هنرجع له في الاخر. الثلاثه متغطيه بترم واحد، خلاص دي اول واحده قابلتنا، هناخد الثلاثه، يبقى اكيد هناخد الترم بتاعها. يبقى الترم اللي قصادها ايه؟ الترم اللي قصادها ايه داش سي، اكيد هناخده. طيب واحنا بناخده غطينا كمان الواحد، يبقى احنا كده غطينا الثلاثة وغطينا الواحد بالترم اللي هو A داش C. خلاص الواحد كده خلاص، الثلاثة خلصت والواحد خلص. تمام، هنروح بقى نشوف كمان ايه تاني متغطي بترم واحد. عندنا الخمسة بعد كده متغطية بترم واحد اللي هو ال B داش C. تمام، واحنا بناخد الخمسة كمان غطت الواحد، بس كده كده الواحد احنا اصلا احنا كنا واخدينه، فاحنا هنا هناخد عشان الخمسة دي متغطية بترم واحد اللي هو ال B داش C، فلازم ناخده. فهنا يبقى كمان معانا ال B داش C. تمام، بقى عندنا الستة، الستة متغطية بترم واحد بس اللي هو ال A داش ال A B C داش. طيب هنا كده عندنا A، طب نكتبها بشكل احسن. فكده شكل الفانكشن عندنا في الاخر هيكون عامل ازاي؟ A داش C زائد B داش C زائد A B C داش. طيب احنا ليه ما رميناش اي ترم من ده؟ لان ما ينفعش، لان هنا ده مثلا متغطي بال A B C داش بس، احنا في مسائل تانية هنقدر نرمي بيها ترمات، بس هنا ما ينفعش لان هنا كل رقم متغطي بترم. يعني هنا عندنا الستة متغطية ب A B C داش، ما ينفعش نرميها. عندنا هنا الخمسة متغطية ب B داش C، ما ينفعش برضو نرميها. عندنا الثلاثة والواحد متغطين ب A داش C، فاحنا محتاجين كل الترمات. بس كده احنا خلصناها، وكده ده الشكل النهائي بتاعها. نشتغل بقى على مسألة تانية اكبر، وان شاء الله الدنيا هتوضح معانا اكتر لو يعني كان كلامي قبل كده لخبط. يعني هنا انا بس عايزين نركز على نقطة ان احنا مش عندنا ترمات كاملة. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا هو جايبها لي في شكل sum of product، يعني اللي هنا دول عندي من ترمز. تمام، انا لو هنا عايزة ابدلهم بالشكل الباينري بتاعهم هعمل ايه؟ هعوض عن كل واحدة عليها بار، هحط بيها بزيرو، مش عليها بار هحطها بواحد. طيب انا هنا عندي في اربع ترمات مش كاملين، طيب هعمل ايه؟ الدكتور كانت قالت ان احنا ممكن نشتغلها بالكيماب، بس يعني انا ما بحبش ان انا اقعد ارسم كيماب واقعد اشتغل عليها. فهو انا ممكن اقول ايه؟ يعني انا هنا
عندي ايه اللي ناقص في الترم ده؟ ناقص عندي هنا الاي والسي، يبقى السي والاي كل واحده فيهم ليها كام احتمال؟ ليها احتمالين، ان هي تكون بزيرو او بواحد، يعني تكون مره عليها بار مره تكون من غير بار. تمام، يبقى انا كده عندي حالتين وعندي تو فاريبلز ناقصين، يبقى انا كده عندي اربع احتمالات. تمام، يعني ايه؟ يعني مره احط الاي بداش الاي بار، ومره احط الاي من غير بار. يعني مثلا عندنا هنا اي بار بي بار سي دي بار، ومره هقول اي بي بار سي دي بار، ومره تانية احط السي بار ومره احط السي من غير بار. يبقى هنا كده عندي اي بي بار سي بار دي بار، ومره هيكون عندي اي بي بار سي دي بار. هنلاحظ هنا ان مفيش ولا ترم من ده شبه التاني، يعني هنا الاي بار والسي من غير بار، هنا الاي من غير بار والسي من غير بار، هنا الاي الاي من غير بار والسي بار، وهنا الاي من غير بار والسي من غير بار. فنلاحظ ان ولا ترم عندي هنا شبه بعض، وهنكمل كده على باقي الترمات. لو هنشتغلها بقى كيماب، فاحنا لو هنشتغلها كيماب هنعمل ازاي؟ ثانيه، تمام، لو هنشتغلها بقى كيماب، طيب هنشوف كده. احنا عندنا مره البيب زيرو والديب زيرو، تمام، فين المره اللي بيكون فيها البيب زيرو؟ عندنا البيب زيرو في الحاله دي، ثانيه ممكن اغير اللون، عندنا البيب زيرو في الحاله دي في الحاله دي، والديب زيرو في الحاله دي في الحاله دي. يبقى هنعلم على كل التقاطعات ما بينهم. يبقى هنا عندنا، يبقى هنا كده عندنا هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، هنا عندنا الاي بزيرو، ممكن اغير اللون، هنا عندنا الاي بزيرو، فين الاي بزيرو؟ هنا، والبي بزيرو يبقى هنا، والدي واحد يبقى في الحاله دي في الحاله دي. يبقى هنعلم على كل التقاطعات ما بينهم، علشان عندنا احتمال ان الزيرو ان السي تكون بزيرو او تكون بواحد. فاحنا هنا عندنا الواحد، لا هنا، يبقى هنا عندنا دي وعندنا دي، تمام. عندنا هنا، ممكن اغير اللون كمان مره، ممكن ناخد ازرق مثلا، هنا عندنا الاي بزيرو والبي بواحد، يبقى احنا هنا، والدي بواحد يبقى احنا هنا برضو. تمام، يبقى هناخد التقاطعات ما بينهم هنا وهنا. تمام، عندنا هنا الاي والبي والدي بواحد، يبقى هنا دي هنا، وبرضو احنا لسه هنا، يبقى هنا هنا وهنا. طب احنا بنعمل كده لان في احتمال السي اللي مش موجوده دي تكون مره بزيرو او بواحد، فهنا احنا بناخد احتمال ان هي تكون بزيرو واحتمال تكون بواحد. تمام، هنا عندنا بقى دي خلاص دي كامله، فهنا عندنا الاي والبي والاي بي واحد والسي داش والبي داش، يبقى هنا دول كلهم، هو دي انا واخدها من سلايد الدكتور، فدول كلهم الترمات اللي الدكتور طلعتهم. بس يعني هو اللي عايز يعمل دي عشان هي ما بت يعني بتخليك متاكد اكتر سيكا، بس بحس ان هي بتاخد وقت اكتر، فانا بحب استخدم الثانيه. هي ممكن التانية دي ممكن تلخبط، ممكن تنسى ترمات، بس يعني بالنسبة لي دي بتنجز اكتر اكتر من الكي ماب، ان انا اقعد ارسم ماب واقعد ارقم وكده يعني. بس تمام، يبقى دي الترمات اللي احنا طلعناهم. هنبدأ بقى نحولهم للشكل الباينري بتاعهم. طيب هنحولهم بقى للشكل الباينري بتاعهم. تمام كده حولناهم للشكل الباينري بتاعهم. هنبدا بقى نقسمهم على حسب عدد الوحيد اللي في كل ترم. تمام، دي فيها زيرو، فهي دي دايما يعني الزيرو بديهيا بتكون هي لوحدها، وال15 بتكون هي لوحدها، عشان دول اللي بيكون فيها عدد الوحيد بزيرو، ودي الوحيده اللي بيكون عدد الوحيد فيها باربعه. نشوف بقى اللي فيهم بواحد، فثانيه دي بواحد ودي بواحد والثمانيه بواحد، بس كده. طيب نشوف بقى عدد الاثنين اللي فيهم اتنينات، فدي دي ودي، التلاتة والخمسة والعشرة والاتناشر. طيب اللي عددهم تلاتة بقى، عندنا السبعة والتلاتاشر، بس كده. نبدأ بقى نقسمهم، نحطهم في ليست. احنا عندنا ليست فيها زيروهات، فيها اللي فيها بزيرو بس، بيبقى عندنا هنا واحد اللي فيها بزيرو. بعد كده لازم نحط الخط ده عشان نفرق ما بين المجموعات، لازم لازم لازم. بعد كده اللي فيهم بواحد، عندنا الواحد اللي فيهم لسه، وعندنا الاثنين، وعندنا الثمانية. تمام كده خلصنا تقسيم المجموعات. ف
تمام كده خلصنا تقسيم المجموعات. نبدأ بقى نقارنهم مع بعض زي ما قلنا. هنقارنهم ازاي؟ هنقارنهم على اساس ان هما متشابهين. طيب هما بيكونوا متشابهين ازاي؟ يعني لما يكونوا متشابهين في كل البيت ما عدا في بيت واحد بس هو المتغير ما بين كل مجموعه واللي بعدها. بديهيا الزيرو، طالما اول واحده عندنا اول مجموعه فيها الزيرو بس وتاني مجموعه فيها العدد الوحيد فيهم واحده، فبديهيا هناخد كل العناصر اللي في المجموعه الثانيه مع الزيرو، لان دايما الاختلاف بيكون في بيت واحده بس، لان دي زيرو فما هي ما فيهاش، هي كلها بزيرو، واللي بعدها بيكون فيها بيت واحدة فدايما الاختلاف بيكون في بيت واحدة. فيكون عندنا هنا زيرو وواحد، هنا الاختلاف في البيت دي بس، فنحط مكانها داش، هيبقى عندنا هنا زيرو 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 داش. ولازم لازم لازم نعلم على اللي خدناهم. تمام عند كده، بعد كده هناخد الزيرو مع الاتنين، الاختلاف في هنا يبقى عندنا هنا زيرو زيرو داش زيرو. بعد كده ناخد الزيرو مع التمانية، يبقى عندنا هنا داش زيرو زيرو زيرو، وناخد خط. احنا كده خدنا الاثنين وخدنا الثمانية. تمام نبدأ بقى نقارن ما بين كل اللي في المجموعة الثانية مع اللي في المجموعة الثالثة. هنشوف هل ممكن نغير اللون، هل الواحد ده شبه اي حاجة من هنا مثلا، ناخدها واحدة واحدة. هل الواحد هنا شبه الثلاثة؟ اه شبه الثلاثة، بس الاختلاف في البت دي بس. خلاص هناخدهم مع بعض ونحط مكان البت دي داش. يبقى هناخد الواحد مع الثلاثة، يبقى عندنا هنا زيرو زيرو داش واحد، كده احنا خدنا التلاتة. تمام نقدر ناخد الواحد مع الخمسة، او نقدر ناخد الواحد مع الخمسة لان الاختلاف في البيت دي بس. يبقى هنا كده عندنا واحد وخمسة. معلش هي المسألة دي بتطول جدا، يعني هي المسألة التابلر عموما بتطول. فيبقى هنا عندنا زيرو داش زيرو واحد. تمام هل العشرة شبه الواحد منشبه مع العشرة؟ لا. ليه؟ لان احنا هنا عندنا الاختلاف في البت دي هنا كده، بعد كده الاختلاف في البت دي هنا، والاختلاف في البت دي هنا. طالما في اختلاف اكتر من بت واحدة يبقى ما ينفعش استحالة نقدر ندمجهم مع بعض. طيب هل ال 12 شبه الواحد؟ لا، الاختلاف برضو عندنا في البت دي وفي البت دي وفي البت دي. خلاص يبقى احنا كده خلصنا الواحد مع اللي في المجموعة دي. ناخد نشوف الاثنين. الاثنين هل الاثنين ينفع تاخد مع حاجة؟ اه ينفع تاخد مع ثلاثة، الاختلاف بس في البت دي بس. يبقى نقدر ناخد الاثنين مع التلاتة، يبقى عندنا هنا زيرو زيرو واحد داش زيرو زيرو واحد داش. تمام نشوف بقى الاثنين والخمسة، هل ينفع الاثنين تتاخد مع الخمسة؟ لا، لان الاختلاف عندها في البيت دي وفي البيت دي وفي البيت دي اكتر من بيت، يبقى استحالة. هل ينفع ناخد الاثنين مع العشرة؟ ايوه. ليه؟ لان هما شبه بعض والاختلاف في البيت الاخيرة بس، فنحط مكانها داش عادي. يبقى هنا عندنا اتنين وعشرة، يبقى هنا عندنا داش زيرو واحد زيرو. تمام ينفع ناخد الاتنين مع الاتناشر؟ لا، احنا عندنا هنا اختلاف في بت وبت، واحد اتنين تلاتة، اختلاف في التلات في تلات بتات مش بت واحدة، فما ينفعش. يبقى احنا كده خدنا العشرة. تمام هنشوف هينفع ناخد بقى التمانية مع مثلا التلاتة، هل ينفع التمانية مع التلاتة؟ لا، يعني عندنا اختلاف في اول بت وفي اخر اتنين بت فما ينفعش. هل التمانية ينفع تتاخد مع الخمسة؟ لا، عندها برضو اختلاف في الثري بيتس. هل ينفع التمانية تتاخد مع العشرة؟ اه، هنا شبه بعض والاختلاف في البيت التالتة دي بس. يبقى عندنا هنا التمانية والعشرة، يبقى عندنا واحد زيرو داش زيرو. تمام هل هينفع ناخد التمانية مع الاتناشر؟ اه، هي عندنا هنا كلها شبه بعض ما عدا الاختلاف في بيت اللي هي التانية دي بس. يبقى ده التمانية مع الاتناشر، هيبقى هنا كده عندنا واحد داش زيرو زيرو. خلاص كده خلصنا كل عناصر المجموعة التانية مع كل عناصر المجموعة التالتة. نشد خط بقى كده، احنا نعلم على 12. بعد كده ناخد اللي في المجموعة التانية مع المجموعة التالتة. قصدي ناخد اللي في المجموعة التالتة مع المجموعة الرابعة. ممكن نغير اللون. ماشي هنشوف هل التلاتة ينفع تتاخد مع السبعة؟ اه، لان هنا متشابهين والاختلاف في البت التانية دي بس. يبقى هنا ينفع ثانية، ينفع ناخد التلاتة مع السبعة. هنا اول بت شبه بعض زيرو، الاختلاف في تاني بت هنا زيرو وهنا بواحد، فنحط مكانها داش، وبعد كده واحد واحد. طيب هل ينفع ناخد التلاتة مع التلاتاشر؟ لا، احنا عندنا هنا اختلاف اكتر من عندنا اختلاف في ثري بيتس فما ينفعش. تمام كده خلصنا التلاتة. ناخد الخمسة، هل ينفع ناخد الخمسة مع السبعة؟ اه ينفع، لان الاختلاف في التالت بت بس. تمام يبقى عندنا هنا خمسة وسبعة،
فكده عندنا زيرو واحد داش واحد. تمام نقدر ناخد الخمسة مع التلاتاشر، لان الاختلاف عندنا في اول بت دي بس، فهنا نقدر ناخد الخمسة مع التلاتاشر. ثانية بس ما ننساش نعلم، ما ننساش نعلم كده. خدنا سبعة ماشي، خمسة مع التلاتاشر كده يبقى عندنا اختلاف في اول بت، يبقى داش واحد زيرو واحد. نقدر ناخد الخمسة مع ايه ده، لا كده خلاص خلصت. نقدر ناخد العشرة مع السبعة، لا احنا الاختلاف عندنا هنا في واحد اتنين تلاتة، في تلات بتات ما ينفعش. هل هنقدر ناخد العشرة مع التلاتاشر؟ لا الاختلاف عندنا هنا واحد واتنين في التو بيتس اللي في النص دول. هنقدر ناخد اتناشر مع التلاتاشر؟ ايوه لان الاختلاف في البيت الاخير دي بس. تمام يبقى هنا عندنا اتناشر وتلاتاشر، الاختلاف عندنا في البيت الاخير يبقى واحد واحد زيرو داش. تمام كده خلصنا ما بين المجموعة التالتة والرابعة. نشوف الرابعة والخامسة، نشوف ما بين الرابعة والخامسة هنقدر ناخدهم كلهم بقى. يعني هنقدر ناخد السبعة مع خمستاشر والتلاتاشر مع خمستاشر. ليه؟ لأن دي عدد الوحيد فيها خمسة، الأخيرة دي عدد الوحيد فيها أربعة، وهنا عدد الوحيد فيها تلاتة، فأكيد أكيد أكيد بديهيا الاختلاف هيبقى في بيت واحدة. يبقى هنا عندنا سبعة، يبقى كده خمستاشر هتيجي معانا، يبقى السبعة مع الخمستاشر يبقى عندنا هنا داش واحد واحد واحد، والتلاتاشر مع الخمستاشر يبقى عندنا واحد واحد داش واحد. كده خلصنا اول دمج وطلعنا اول لست. طيب طلع عندنا لست تانية. احنا امتى بنقف وبنبطل دمج؟ لما نلاقي ان في العناصر خلاص ما ينفعش ينفع تدمج تاني مع بعض. لكن هنا اكيد اكيد في عناصر ينفع تدمج مع بعض، فاحنا هنرجع ندمج تاني. طيب احنا هنا الاسهل لما بيبدا يطلع عندنا داش، الاسهل ان احنا ندمج بالداش، يعني ندور على الداش فين وندمج بيها. فاحنا هنا عندنا الداش بار، فنشوف في المجموعه اللي بعدها فين الداش بار. عندنا هنا بس اخر بت، هل هما شبه بعض متشابهين في بت واحده؟ متشابهين في البت الثالثه. يبقى هنا هناخد الزيرو والواحد مع الاثنين والثلاثه وبس. يبقى هنا عندنا زيرو واحد واثنين وثلاثه. طيب هيبقى عندنا هنا ايه؟ يبقى عندنا زيرو زيرو داش داش، ان هما هنا اول بتين هما زي بعض فيهم زيرو زيرو داش داش. ونساش نعلم علشان هيلخبطونا واحنا بنحتاج نرجع لهم في الاخر. تمام فين الداش في النص؟ هنشوف الداش في تاني في تالت واحده. هنا داش في تالت واحده والاختلاف في بيت واحده تانيه غير الداش. يبقى هنا هناخد زيرو واتنين واحد وتلاته، زيرو واتنين وواحد وتلاته. طيب هيبقى عندنا هنا زيرو زيرو داش داش، الاختلاف في اخر بيت زيرو زيرو داش داش. لو ناخد بالنا فهما الاثنين دول اصلا شبه بعض، احنا بنمسح المتشابهين، يعني بنمسح واحد من المتشابهين في الاخر بس. لما وننساش نعلم ان احنا خدنا ده وخدنا ده. طيب هنشوف البيت في الاخر، هل في هنا حاجه؟ البيت قصدي في الاول، هنا اهي. هل اختلاف في بيت واحده تانيه غير الداش؟ اللي في النص. خلاص يبقى 0 8 و2 و10، 0 و8 و ايه ده انا كاتبها 0 8 و2 و10. والاختلاف في انهي بت؟ في البت الثالثه. يبقى عندنا كده داش زيرو داش زيرو. تمام كده احنا خلصنا مع اللي بين المجموعه الاولى والثانيه. طيب نشوف المجموعه الثالثه والرابعه، هل في هنا واحده داش فيها في الثالثه و اختلاف في بيت واحده تانية؟ هنا اهي عندنا الداش في التانية والاختلاف في البيت الداش في التالتة والاختلاف في البيت التانية. يبقى هناخد واحد وتلاتة وخمسة وسبعة، واحد وتلاتة وخمسة وسبعة. ايش نعلم عليهم؟ طيب يبقى هنا عندنا زيرو، ايه ده لا مش دي سوري دي كده بقى عندنا زيرو داش داش واحد، زيرو داش داش واحد. تمام هنشوف هنا هل في واحدة الداش فيها في التانية والاختلاف بيت واحدة؟ هنا عندنا واحد وخمسة وتلاتة وسبعة، الاختلاف في البيت الأخيرة دي بس والداش في التانية. يبقى واحد وخمسة وتلاتة وسبعة، زيرو داش داش واحد في الآخر. يبقى خدنا دي كمان. طيب هنا عندنا حاجة الداش في الآخر والاختلاف في بيت واحدة، يعني عندنا دي الداش في الاخر بس الاختلاف في بيت واحده، لا هي مختلفه في الثلاثه. طيب هنا عندنا حاجه الداش في الاول والاختلاف في بيت واحده، دي بس الاختلاف برده في ثلاث في الثلاثه. طيب هنا عندنا حاجه الداش في الثالثه، هنا. طيب الاختلاف في بيت واحده، لا الاختلاف في تو بيتس،
طيب هل عندنا حاجة الداش في التانية الاختلاف بيت واحدة؟ لأ برضو. تمام يبقى احنا كده خلصنا التالتة، التانية مع التالتة. نشوف التالتة مع الرابعة، هل عندنا هنا حاجة الداش في التانية؟ لأ أصلا. هل في حاجة هنا الداش في التالتة؟ اه، والاختلاف بيت واحدة، اه اللي هي الأولى. يبقى عندنا 5 و7 وتلاتاشر وخمستاشر. 5 و7 وتلاتاشر وخمستاشر، الاختلاف في أول ده بت، يبقى نحط مكانها داش و فين؟ اه 1-1. تمام يبقى احنا خدنا دي مع دي. تمام عندنا واحدة الداش في الآخر والاختلاف بت واحدة، اه 5 على 13 و ايه ده؟ ثانية انا اتلخبطت، احنا المفروض هنعلم هنا، سوري. إيه، 5 مع 13 و7 مع 15، الداش في في الأول والاختلاف في البت التانية. يبقى عندنا 5 و13 و7 و15، عندنا الداش في الأول والاختلاف في اللي في النص، يبقى 1-1. احنا كده خدنا دي كمان وخدنا دي. هل بقى في حاجة الداش فيها في الآخر؟ لا خلاص كده، كده احنا خلصنا تجميع من الليست التانية. نمسح بقى اللي شبه بعض، اللي احنا طلعناهم شبه بعض نمسحهم. فاحنا عندنا دي وعندنا دي وعندنا دي. معلش يا جماعة هي غلطة غبية جدا، انا نسيت اخد الزيرو اتنين اللي هي دي، نسيت اخدها مع التمانية والعشرة هنا. هي غلطة غبية، عشان كده التابلر بتلخبط. انا عيني ما خدتش، يعني ما خدتش بالي ان هنا برضو في داش في النص وفي اختلاف في بيت واحدة. فهنا كده هيبقى عندنا، ثانية، هنا كده هيبقى عندنا ايه يا ربي، من 0-2 و 8-10، 8 و10، وهيبقى عندهم 0-0، ان الاختلاف في اول في الاختلاف في اول في اول بت اللي هو ده 0-0-0. انا اسفة جدا. وبعد كده هنمسح المتشابهين، يعني هي دي متشابهة مع ده فهنمسح كده. احنا خلصنا. هل في حاجة تانية هنقدر نعمل لها دمج تاني؟ هل في عناصر تانية مكان الداش فيها متشابه واختلاف في بيت واحدة هنقدر نعمل لها دمج؟ لا خلاص كده، هي كده خلصت. نبدأ بقى بعد ما خلصنا الدمج وعملنا كل حاجة ما ينفعش تدمج تاني، نطلع بقى الترمات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها في الجدول. طيب ممكن نعملها بلون ده مثلا. طيب احنا زي ما قلنا احنا شغالين ايه؟ احنا شغالين سم اوف برودكت، فاللي هيكون عليه بار هو اللي هيكون قيمته بزيرو. طيب البت اللي هنا دي بيمثلها ايه؟ بيمثلها الايه، حرف الايه هو اللي بيمثل البت اللي في الاول دي، فهو هنا بزيرو، فهنحط عليها واحد، هنحط عليها قصدي بار. هنا ثانيه. طيب هنا عندنا ايه؟ بار. تمام بعد كده عندنا البي عشان هي اللي بتمثل تاني بت، وهنحط برضو عليها بار. بعد كده دول كانهم مش موجودين، هنعتبر الداش ده كان الفاريبل اصلا مش موجود. تمام تاني واحد هنا هنعتبر دي، هنسكيب اول بت لانها الداش. طيب تاني بت ايه اللي بيمثلها؟ البي هنا بزيرو فنحط عليها داش. نسكيب تالت بت. اخر بت ايه اللي بيمثلها؟ الدي هنا بزيرو فنحط عليها داش. تمام بعد كده اول بت هنا عندنا بزيرو، اللي بيمثل اول بت الاي هنحط عليها داش. هنسكيب التاني والتالت، هنا دي بواحد، فايه اللي بيمثل اخر بت؟ الدي فهنحط عليها، مش هنحط عليها حاجه لانها بواحد. تمام هنا عندنا دي هنسكيب اول بت، سكيب تاني بت. عندنا ايه اللي بيبقى تالت بت؟ ايه اللي عندنا بيمثل تاني بت؟ البي هنا ما عندهاش، مش بزيرو فمش هنحط عليها حاجه. وايه اللي بيمثل اخر بت؟ الدي. تمام كده احنا خلصنا اللي طلعناهم من ناتج اخر 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 ليست. هنشوف بقى التاني، هنرجع بقى لقدام هنشوف ايه اللي ما حصلوش دمج في تاني وتالت واول ليست. عندنا ايه اللي ما حصلوش دمج؟ احنا هنا دي دمجناها خلاص كده. ايه اللي ما حصلوش دمج؟ دي ودي، هنحولهم هما كمان. هنا عندنا ال ايه، بعد كده دي هنسكب ليها، بعد كده البي بار دي بار، بعد كده هنا عندنا ال ايه والبي والسي بار، هنسكب دي. دي كده الترمات اللي طلعت معانا في الاخر. هنبدا بقى نرسم الجدول ونشتغل عليهم. طيب احنا قلنا بنرسم الجدول ازاي؟
بنرسم الجدول بان الاعمده بتكون على عدد الترمات اللي جت معانا في الاول او عدد الارقام اللي معانا في الاول، والصفوف بتكون على عدد الترمات اللي طلعت معانا في الاخر. يعني هنا يبقى عندنا هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى عندنا 6 صفوف. تمام، وعدد الاعمده بيكون على عدد الترمات اللي جت معانا اصلا من الفانكشن نفسها. نبدا بقى نرقمهم. تمام، بعد بقى كده بعد كده بقى بنشوف كل ترم طلع معانا في الاخر مغطي ارقام ايه. تمام، يعني هنا الاي الاي داش الاي بار بي بار مغطي ايه، ثانيه، الاي بار بي بار مغطي الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه، مغطي يبقى هنا الزيرو والواحد، ممكن نكبر الخط شويه، زيرو واحد اثنين وثلاثه. تمام، بعد كده نشوف البي بار دي بار، البي بار دي بار مغطية الزيرو والتمانية والاثنين والعشرة، الزيرو الزيرو والتمانية والاثنين والعشرة. تمام، بعد كده الاي بار دي، الاي بار دي عندنا مغطية الواحد والخمسة والتلاتة والسبعة، الواحد والخمسة والتلاتة والسبعة. تمام، بعد كده تشوف البي دي مغطية ايه عندنا، الخمسة والسبعة والتلتاشر والخمستاشر، الخمسة والسبعة والتلتاشر والخمستاشر. احنا بناخد بنعلم قصاد الترم في التقاطع مع الرقم اللي هو مغطيه. طيب هنا احنا هنا عندنا ال A C بار دي بار مغطية ايه، ال A C بار دي بار مغطية ال، عشان دي المفروض تكون سي، انا اسفه دي كده المفروض تكون سي. اوكي تمام، هنا عندي مغطيه ال 12 وال 8. تمام، هنا عندي مغطيه ال 12، فين ال 8 اهي، وال 12. تمام، عندي ال A B C بار مغطيه ايه، ال A B C بار مغطيه ال 13 وال 12، ال 12 وال 13. تمام كده احنا خلصنا بان احنا نعرف الاماكن بتاعتهم، الاماكن والحروف اللي هي الارقام اللي هي مغطيها. نبدا بقى نجمعهم. طيب احنا بنجمعهم ازاي؟ احنا قلنا ان احنا بنشوف العمود العمود او الرقم المتغطي بترم واحد، الرقم اللي متغطي بترم واحد. طب ليه بنشوف الرقم المتغطي بترم واحد في الاول؟ لان ده هو متغطي بترم واحد، يبقى اكيد اكيد لازم ناخد الترم بتاعه، عشان ما ينفعش مفيش ترمات تانية مغطياه، فلازم نبدا بالرقم اللي متغطي بترم واحد او الارقام اللي متغطيه بترم واحد، عشان ممكن يكونوا ايه اكتر من رقم. فاحنا هنا عندنا العشرة متغطيه بترم واحد، اول حاجه تقابلنا العشرة هنا متغطيه بترم واحد، متغطيه بايه؟ مغطيه بالبي بار دي بار. تمام كده هناخد العشرة وهناخد الترم ده. طيب واحنا بنغطي العشرة غطينا كمان الثمانية، وغطينا الاثنين وغطينا الواحد، غطينا الزيرو، يبقى كده الزيرو والاثنين والثمانية. احنا بنعمل ايه؟ بنشوف العمود او الرقم اللي متغطي بترم واحد، وبناخد الترم بتاعه، وبنشوف الترم ده مغطي ارقام ايه تانيين فبناخدهم. تمام، يبقى كده عندنا البي بار دي بار، يبقى كده عندنا العشرة مغطيه البي بار دي بار مغطيه العشرة، وهي لوحدها اللي مغطيه العشرة، ومغطيه كمان الزيرو والاثنين والثمانيه. تمام كده احنا خلصنا خدنا دي. هنشوف بقى رقم ايه تاني متغطي بواحد، عندنا ال 15 متغطيه ب البي دي، هي الوحيده المغطيه بالبي او لا، البي دي هي مغطيها هي لوحدها، فاكيد اكيد هناخد البي دي لان مفيش ترم تاني مغطيها. واحنا بناخدها هناخد معاها، يعني احنا خلاص كده خدناها، فهناخد معاها قصادها الخمسة والسبعة 13، كده الخمسة والسبعة و13 اتاخدوا، فكده يبقى معانا البي دي كمان. تمام كده خلصنا. احنا بقى عندنا ال 12 وال 3 والواحد. طيب ال 12 متغطيه بايه؟ 12 متغطيه بال A C بار دي بار وال A B C بار. هل فيها في حاجه تانية يعني مشتركه معاها فناخدهم هما الاثنين مع بعض بترم واحد؟ لا، هو هنا مش مغطيه قصادها حاجه تانية، مغطيه 8 بس 8 احنا خدناها، وهنا مش مغطيه قصادها حاجه تانية غير ال 13 و13 احنا خدناها، فمفيش حاجه تانية مشتركه نقدر نحدد على اساسها ناخد انهي ترم. بس احنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن ناخد على اساس البار. طب ليه بناخد على اساس البار؟ بص احنا تخيلها كلوجيك سيركت،
احنا مش احنا عندنا بوابة النط ليها ديلي، يعني كل بوابة ليها ديلي، فاحنا بنبقى محتاجين نقلل وقت الديلي على قد ما نقدر، فاحنا بناخد اقل عدد من البارز عشان نقلل فترة الديلي. فاحنا كده عندنا دي اللي فيها اقل عدد من البارز، فهناخد دي ال A B C بار. طيب كده احنا خدنا ال 12، باقي معانا ايه؟ باقي معانا التلاتة والواحد. طيب التلاتة والواحد في حاجة مغطياهم هما الاتنين، عندنا ال A بار وال B بار مغطياهم هما الاتنين، وال A بار دي مغطياهم هما الاتنين، واحنا قلنا ايه؟ احنا بنشوف اقل عدد من البارز عشان نقلل فترة الديلي، فهناخد اللي هي دي اللي هي A بار دي، وهي كده مغطية هنا مغطية هنا كده وكده، بس كده كده احنا خلصنا. يبقى كده شكل الفانكشن النهائية بتاعتنا عامل ازاي؟ كده هيبقى F A B C D هيساوي B بار D بار زائد B D زائد A B C بار زائد A بار D. وكده خلصنا. اسماء باذن الله هتحل معاكم على سم اوف برودكت والبرودكت اوف سم، لان البرودكت اوف سم بيبقى فيه بعض الاختلافات البسيطه، وان شاء الله هتحل معاكم على الدونكير.